بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد، أحبابي في الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل الخير. في دعاء حرام محرم الإنسان يدعي بيه، للأسف كتير من الناس بيدعي بيه أحيانا، خصوصا الناس اللي بيتعرضوا لمشاكل كبيرة وابتلاء كبير. نسأل الله عز وجل إن هو يعني يرفع الكرب على كل مكروب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكتير من الأمهات لما بتزعل ولما بتغضب على أولادها بتدعي بالدعاء ده، والدعاء ده النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عنه، ما ينفعش ندعي بيه أو حتى نتمناه، وهو الدعاء على الإنسان على النفس بالموت، إن الإنسان يقول يا رب خدني، إن الإنسان يقول إن شاء الله أموت، أو يتمنى ده مجرد تمني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم، حتى مجرد التمني إنك تتمنى ده محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر وقع به. طب ليه؟ أنا حر، أنا حر إن أنا أتمنى الموت ولا ما أتمناش الموت. لا، بص بقى السبب، لعله محسنا فيزداد أو مسيئا فيستعجل. يعني أنت لما تتمنى الموت أنت حاجة من الاتنين، إما إنك راجل طيب وعلى خير أو ست طيبة وبتاخدي حسنات. طب أنت دلوقتي عندك 30 35 20 40 وبتاخد حسنات، ما أنت لما تموت وأنت عندك 60 70 الحسنات هتبقى أكتر. أو مسيئا فيستعجل، أنت دلوقتي عندك 30 40 50 ومسيء مذنب عاصي، ما انت لو مت دلوقتي هتموت عاصي، ادي لنفسك فرصة يمكن تتوب بعد ذلك. يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهانا عن الدعاء على النفس وتمني الموت. طيب انا الدنيا بالفعل مقفلة معايا وبالفعل متضايق، اعمل ايه؟ فالنبي عليه السلام قال ان كان لابد فليقل اللهم احيني ان كانت الحياة خيرا لي، وامتني ان كان الموت خيرا لي. يبقى انت تقول للدعاء ده، تقول يا رب لو كان الموت خير ليا موتني، طب لو الحياة خير ليا احييني. العلماء قالوا الا لو كان تمني الموت لاجل الفتنة في الدين، زي ما ستنا مريم كده لما تمنت الموت لانها ستفتن في دينها والناس هيفتكروا فيها الفاحشة، والنبي عليه السلام قال وإن أردت بالعباد فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. دي الحالة الوحيدة اللي ينفع الإنسان يتمنى فيها الموت، لكن لأمور الدنيا لا وألف لا. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.